ما شاء الله صرت ورديت انا عاد مسعود. لا شو تسوي؟ صورت سعنا. ها مسعود يا ربي عدل يا مسعود عدل يا قطي دقه ما شاء الله عليك. نعم دق السعنا. لا ايه دق السعنا دق انزين. ها يا عدل ايه كدم شو تسوي؟ انا صور سعنا. هي ما شاء الله على كدم الله. يلا عاشو 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 ذي. نعم دق 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 دق. عاد رديت خاطرنا بعشاء ملينا من المعتاد وصنف على عشو عشو عشاء مزاجي. خلاص اصلي مغرب وارجع اخبركم عاشو بسوي. هي عندك. هي نعم يلا ما شاء الله قيمات حار. نعم يلا هذا شباب الله. نعم هذا شباب ابو صراحة عندي بعد هذا شباب. لا ما ابو شباب انا ابغي. وبعد نخلص من الشباب نرجع الى باكورة الجشير. باكورة الجشير طبعا تكور بالطريقة هاي ونهايتها بالطريقة هذه. افتح هناك الله والسمبوس والنغر ستيك جشير. والله صراحة خطير. حرية يعني حرية من الاخر يعطيكم من مسواه. كل من ظهر قال انا قد طباخ. وين الطبابيخ؟ يوم الدنيا دنيا نعرف نحن الطبابيخ حرب بحرب واحد واحد. واحنا تعلمنا منهم بعد الله يرحمهم. نعم الله. عاد الحين انا عندي طبخة ثانية. اهلا وسهلا مرحبتين بالغالين. اسعد الله مساكم وطول الله اعماركم. اليوم اشعارنا خلك في البيت يا ربيعي عايش يومك طبيعي. طبعا انزلت في الواتساب. المهم اعزائي الغالي اليوم عاد من الدجاج من اللحم وقرقر قرقر قرقر. لا اليوم طبختنا مضروبه على على دجاج. لا على لحم. لا على شوعية خفيفه على تونه. وعندي تونه نمونه يا هي تونه. تعال بطلع تعال بطل التون عشان ربي ربعين اصدقائي ومحبين متابعيني مبتون اويلا عرفني. شوفوا شبه الله الله. نقرب منك تعال تعال يب واحد. ايش قايل؟ هاي يسمونها تونه. نعم غالي مبتون الصراحه من الاخر. ايه بعد بعد شوف 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 خلي شوف الربع التونه. الله الله يلا 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 ما يبقى يدمك طالع. شوف بعد بعد ايش ابو ابو يعني انت لابس كلفس شلة برايك مدام كلفس. شوف هاي تونه هاي نمونه بسوي عليه اليوم مضروبه. واشعارنا خلك في البيت يا ربيعي عايش يومك طبيعي. اسمعوا الاوامر خلكم ببيوتكم احسن او اسلم لكم. والحين بعد تبون اغنيه بغني لكم بعدكم. طيب عزيزين وغالين ما تهونون علي يا متابعيني الكرام. والحين طول الله اعماركم اصدر الربع خليهم وراي غالي متابعينا اعزائنا حبايبنا وين ما كنتم. أطيع الله سبحانه وتعالى ولي الأمر منكم. فلا قالوا خلتم في البيت عيالكم اللي ما لهم شغل اللي ما عندهم دراسة اللي ما عندهم يعني هدف ما عندهم دوام خلتم في البيت. أوامرهم على عيننا وراسنا. ما قالوا لنا خلتم في البيت إلا من محبتهم حق شعبهم. حتى الاختلاط والتجمعات اللي ما له أنت ما تدري من حط يديه ومن حط يديه. ما تدري الوقاية أحسن. خلكم في البيت. أسأل الله يكشف الغمة عن الأمة يا رب العالمين. بتزول بأمر الله سبحانه وتعالى ما بتتم.
لكن الإنسان الوقاية خلف العلاج. نعم خلكم في البيت واسمعوا كلام والأمر والطاعة والسمع، هذا هو اللي علموكم قادتكم، اسمعوا شلاهم خلكم في البيت. شحقك طول السنة تراكضون الحين على خلك في البيت يا ربيعي، عايش يومك طبيعي. خلك في البيت، خلك في البيت، خلك في البيت يا ربيعي، عايش يومك طبيعي. خلك في البيت، خلك في البيت، الكورونا ما هي عصيده، الكورونا والله مصيبه. خلك في البيت، خلك في البيت، الكورونا ما هي باجله، حتى البعير تشله. خلك في البيت، خلك في البيت، الكورونا ما هي جقارة، الكورونا بلوى وخسارة. خلك في البيت، خلك في البيت، خلك في البيت يا ربيعي، عايش يومك طبيعي. خلك في البيت، خلك في البيت، اسكن في البيت، خلك في البيت، خلك في البيت، خلك في البيت، خلك في البيت يا ربيعي، عايش يومك طبيعي. خلك في البيت، خلك. اهلا وسهلا مرحبتين. المضروبه على حجم الجدر، طبعا جدر صغير عشا عادي، طماط، ثوم، طماط، زنجبيل، ثوم، بصل، فلفل، لومي اسود، هذا بهارات، طبعا فلفل وايد، بنحمر اول كله بنحمره ويا بعضه. نعم كله بنزله ويا بعض، ما بخل شيء الا شوي بس فلفل وايد، طبعا ما يباله وايد. مرة 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 ما بخلي كله 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 كله، أسوي مضروبة بحمرها ويا بعض. يلا شفتوا، يلا. والحين عندي هذا الدهن الخنين، الدهن العربي الحلو الأصيل. أبوه شوي دهن، شو بالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لازم الدهن لا 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 التون نمون شيء صور 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 التون، والله غامضني مايها، حتى مايها غاوي. لا لا والله صب الماي فوقها، لا والله هاي ما يتقدر صراحة. لا لا واوي لا زين، عاد الحين أرجع إلى التون إلى البهارة، أكمل البهارة أرجع 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 كلكم. نعم تبارك 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 تبارك، عطني بعد هذا الحرية، عطني بعد الحرية. نعم الشيء والملح بعد الملح. نعم فالك مرة تقول عايبني أنا، شوف شكرا شوف شقايل طالع شقايل مرة ثانية مرة. يا الله يا مضروبة عاد الحين. نعم هاي يحمر هذا ال 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 واوي. نعم يبوكب. نعم مضروبة الخفيفة على وين ما يحاط مرة. نعم عدل 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 ايه زين معي حال. لو ارجع ورا اعطني انا بقى تاخذ لي هذه ساعدني في الغراف بالنبغة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما مرق عليه حد، مرقنا عليه الحين. جيب الجدر علي، جيب الجدر، جيب الجدر، صور الجدر، صور الجدر، جيب الجدر، جيب الجدر. اخ وشوف المضروبة على الواقعين. نعم اهلا وسهلا مرحبتين. اللومي، اللومي هذا اللومي الاسود هذا لابد، هذا ايه هذا نفس العمل، حطيته قبل حطيته عقب، المهم بالمروق. هذا عاد دواء الرئيسي للمضروبه. اعطيها العيش ايش جايه المضروبه، كلمة ما يهل زاد تراه هي تشربها. حيي تركز
والله يا ما عاد اليوم على شو على تون وانا لا بد كل عود شو 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 التون صور التون يصورني شو معامل منين هلا ومنين والله شوف شو شايف كل عود وصغيره مثل ما قلنا خالد حريه خدمات تطوعيه من غير انانيه. اهلا وسهلا ومرحبتين بالغالين الطيبين المتابعين وين ما كنتوا اسعد الله مساكم. اليوم كنتوا في حاجه الى ذكر الله سبحانه وتعالى، اذكروا الله وصلوا على النبي محمد واطلبوا الله سبحانه وتعالى، ما في الكاشف الضر الا الله سبحانه وتعالى جد له جلاله، لا كمام ولا هذاك مال غسيل، هذا هو الواحد الاحد. اطلبوا ادعوا لله سبحانه وتعالى عصبت الغمه على الامه قولوا امين. نرجع على جدرنا ندوخنا هذا الله خلاص يعني معناها ابند الضوء لان الضوء انا الحين اشوف حبه ابا 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 صراحه يبالي قدم وين قدم وين قلت تعال يا قدم ما يبالي الا هالعملاق الحين هالعود يا ربوي. بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي الغالين المتابعين اذكر الله سبحانه وتعالى وصلوا على النبي محمد. يا ابو مسعود بسم الله الرحمن الرحيم شوف هاي مستعان ايش حد يسموها مضروبه لانها تنضرب بالقافول. انا ما يعيبني شغل الكهرباء ويخليه شغل العينه ما تعرف كوعه من بوع لا ما في الطريقه يعني. خلص من هي هذا شو اسمه على ما تقولون هار زياده عليكم ما اضم عنكم لا عود ولا صغيره لكن متابعيني كم غاهلين انتو ما تدرون بمعزتكم عندي من عودكم لصغيركم كلكم على عيني وراسي. نعم ولي اضرب هيك عدل 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 نعم يا ريت امك يا عشرة مثلك كان سويت فرقه شعبيه انت هبان وهم تسعه دقهم قبل عدك كامله. نعم شوف كل شيء بالتعلوم هذه الناس يوم بتعلمونهم وبتدارونهم وبتاخذونهم بالتي هي احسن بيخدمونكم. يا بتبدع ما تبدع كل الارباب وانا كفيلك وانا هاي ستمون ادمي وانا ادمي يمكن عند الله احسن عني انا ما حد يعلم. يوم بتاخذون بالتالي بتدارونهم والرب وخمسه وتغض النظر لا والله بيشتغلون من عيونهم لكن ما يشوفون جبروتي او انك تربط وها فقير لا لا لا, لا. لا فرق بين عربي ولا عجم الا بالتقوى ولا اسود ولا ابيض الا برا لا 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 الانسان يحترم الانسانيه. كل ما احترمتهم بيعطونك عمل وكل ما سويت عمل كذا شو سووا شفتوا شو مصايبهم كبيره لكن لا يوم بالمداره هذا ايه بس صوروا وحي القدم شوي بعد طلع هاي اطلع اضرب القدم القدم ها ايه الله يرحمك يا قدم قول امين امين ما مات خلص نعم هذا كذا مال البلد مال انا مال فرفكان سعودي لي 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 هاك ايش الفايده هاي ليش ما اعرف قولي بعدهم كلهم عود ما يسكتون اضرب اضرب اخي نعم كفخ عدل عدل ايه دورك الله على تونه وود والله اتغدت على تونه ايش اقول لك لمونه لمونه مضروبه حريه تونه مضروبه حريه لمونه تعال صبح من دوار تبالي عادين خلينا الحين بعد يا الله ما يحتاج بالعافيه علينا صلوا على النبي محمد بسرعه الله جل جلاله قولوا لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم ضربت ما شاء الله غراب كفخ كفخ التكفيخ حيحتاج عندي عرب بعد ناكو يا يوم شاهو المضروبة قال والله ما نصير إلا يا حرية ناكل هاي المضروبة والله والله بالعافية عليكم. نعم شو يعني حب الناس حب العرب عند الناس للناس والكل بالله ويبالي هنا عاد الحين بعد
حفرة للدهن تاخذ منها. هي ممكن انت تاخذ من الدب الثاني من الحفرة هاي بس. انت الامهات الغاليات اليدات العمات الخالات الطيبات، انت امهات الشغل اللي تعرفن الشغل ارواحكن، ما عليكن زود. شو رايكن شغلي؟ يعني في عندكم اي ملاحظه اي تعقيب اي شيء بتقول انه انا اقبل النقد البناء واسمع كلامكم واتعلم منكم. ما اقول انا مثل غيري، انا لا حش التوبه، انا اقول انا لا لا، نحن نعرف من الطبابيخ ونعرف من التاريخ، ما يبقى كلام، من الطباخ من مر عليه في المطابخ هذا معروفين معدودين بالامارات الله يرحمهم والحيين الله يبارك فيهم. شو رايكم؟ بدون تمر ما 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 اعرف عشاء غدا ريوق اول اي شيء هذا. شوف شوف مضروبه على تونه والجماعه. طب خط احمر ما بطلعهم، ما بنطلعكم الا كذا الربع يعني. هي تفضلوا 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 بالعافيه عليكم.